في إحصائية رسمية عن مستخدمي الأجهزة الذكية من الأطفال في السعودية، صحيح، واللي أتمنى أننا نشوفها الآن على الشاشة، لأننا بعدها هنأخذ كذلك ضيف حول هذا الموضوع المهم. هذه الإحصائية هي عبارة عن إنفوغرافيكس لاستخدامات أطفالنا في السعودية، وشارك في هذا الاستطلاع أكثر من 1000 طفل أو أكثر من الأمهات والآباء. والآباء المتوسط العمر الأطفال عنده بدء استخدام الأجهزة 5.5 سنوات، ومتوسط عدد استخدام الأطفال لأجهزتهم الذكية 4 ساعات. طبعا 91% من الأطفال أو أطفال الآباء والأمهات اللي شاركوا في الإحصائية يستخدموا الجوال أبو فراس، يعني 9% ما يستخدموا. والأعمار اللي تستخدم الأجهزة أقل من 5 سنوات 43%، وأقل من 12 سنة كم صارت 53%. 50% أبو فراس من الناس اللي يستخدموا الجوال عندهم يستخدموا الجوال ساعتين إلى أقل من 5 ساعات. طبعا الإحصائية فيها أرقام جدا مهمة وتحرك فينا أشياء كثيرة تجاه استخدام أطفالنا للجوالات. على سبيل المثال آخر إحصائية اللي تتكلم عن هل الاستخدام إيجابي أو سلبي أو محايد، يقول لك 24% من الآباء والأمهات يرون فقط أنه إيجابي، نعم، في حين السلبي 37 والمحايدين 39%. أحد الذين نحن صراحة ودنا نتكلم أكثر في تزود بالتقنية عن هذا الموضوع، عن التطبيقات المناسبة للأطفال في عالم الأجهزة الذكية. وأحد الذين انبروا مؤخرا لمثل هذا الموضوع هو زميلنا الإعلامي المتخصص في إعلام الطفل، واللي كان رئيس تحرير مجلة باسم، وكان رئيس تحرير مجلة سينان للأطفال، ثم رئيس تحرير مجلة كيو كيدز. إذن فهد ابن فيصل الحجي الإعلامي المتخصص في إعلام الطفل تحديدا ينضم إلينا على الهواء. حياك الله أبو فيصل. يا هلا والله، مرحبا، حياك الله في علي، وحياك الله في سلمان، ويا هلا والله بكل الأخوة في قناة المجد، يعطيكم ألف عافية والله. الله يحييك أبو فيصل. الله يحييك أبو فيصل، شكرا لمداخلتك معنا. نحن صراحة موضوع هذا ثري مليان ودسم، ويمكن أنت أحد المتخصصين في إعلام الطفل، ودنا نسمع منك عن فكرتكم 30 تطبيق في 30 يوم على الأجهزة الذكية. الفكرة وقصة الفكرة خلنا نقول خلال دقيقة، يعني نحن ما عندنا وقت طويل. الله يقويكم يا رب. المسألة بكل بساطة يمكن تختصر في نقطة واحدة. أنا يعني متأكد بأنه ما في أحد الآن عنده أطفال ما يعاني من مشكلة بشكل أو بآخر، أو من خوف أو من قلق من استخدام أطفاله للأجهزة. هذا خلاصة البداية. الناس الآن في كثير منها طبعا توفر أجهزة لعيالها، لكن في كثير منهم ما يعرف أساساً وش هالموضوع. يعني حتى من المضحك إنه في مثلاً كثير من الآباء يقول لك أنا أتحكم بجهاز عيالي، لكن لو واجه مشكلة في آيفون أو شيء أعطي آيفون لولدي يصلحه، لأنه ولده أفهم منه بالجهاز. هو أحسن منه. الحين نقول أصغر منك يوم، الحين المثل انعكس، أصغر منك بيوم أعلم منك بسنة بسبب التقنية، وأنه الأطفال صاروا أبرع فيها من الكبار. صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. وكثير منهم، كثير منهم يعني ودهم يسووا شيء، كثير من الآباء والأمهات ودهم يسووا شيء، لكن ما يعرفوا وش الصح، ما يعرفوا وش الغلط، ما يعرفوا أماكن الخطر. يعني الآن إحنا مثلا، يعني عفوا، الآن إحنا في موسم يعني موسم نجاحات واحتفالات بالنجاح، وأنا متأكد الآن في كثير من الأهالي أطفالهم تلاقيهم في سادس ابتدائي، خامس ابتدائي، وجايبينهم هدايا آيفون. صحيح، يعني أنا أعتبرها جريمة في حق الطفولة، أنه يستخدم طفل بهالعمر هذا يستخدم آيفون خاص فيه. حلو. آيفون أو أندرويد حتى، عشان بس ما يزعلوا الآيفونين. طب خلينا نتكلم عن المبادرة نفسها. خلينا نتكلم عن المبادرة. يعني الآن أنت صار عندك قناة يوتيوب يا أستاذ فهد، وهذه القناة تعتبر الأولى من نوعها اللي تقدم محتوى إيجابي موجه للأطفال ولأولياء أمور الأطفال. أنا من الآن أقول لك إحنا هنحتاج معك أكثر من استضافة، عشان هذا الموضوع أكثر من مهم، وأنت ممن برعوا فيه، وأنت ما شاء الله صاحب قيم نعتز بها. لكن إذا قلنا الآن إيش محتويات هذه القناة، وما هي الميزة التنافسية اللي فيها تقدمها للآباء والأمهات والأطفال؟ القناة بكل بساطة هي تعرض بشكل رئيسي، تعرض برامج منتقاة
يعني مثلا احنا مثلا في حلقه كان خصصناها عن برامج تعليم الحروف الاطفال اللي اكثر شيء مطلوب من الاباء والامهات، حتى نوصل للقائمه احنا استعرضنا تقريبا 4 برامج رئيسيه و8 برامج جانبيه، كان استعرضنا اكثر من 110 برامج يمكن حتى نوصل لهالقائمه. فنحط يعني نقدم للاباء والامهات حلول واضحه في برامج من النهايه، يعني هذا البرنامج كويس، هذا البرنامج كويس خذوه. لكن في نفس الوقت ايضا نحذر من اشياء اخرى، نحذر مثلا من بعض البرامج اللي يكون فيها ثغرات الاهل ما ينتبهونها. احنا مثلا كان مثلا عندنا اليوم في اليوم نشرت مثلا حلقه البرامج الدينيه، كان في برنامج قران كان ممتاز كان ممكن يدخل معنا، لكن مشكلته مثلا كانت انه نفس الشركه حاطه في مكان منتجاتنا وكثير من منتجاتها ما تنفع للاطفال، فانا ما اقدر احط في يد الاطفال برنامج بسهوله يصل منه الى برامج اخرى غير مناسبه. والقناه ايضا تقدم احيانا محاذير معينه او تنبيهات في اشكاليات معينه في استخدام الاجهزه. ماذا عن برامج او القنوات المشابهه اللي تقدم نفس المحتوى؟ هل هي فعلا بالجوده المطلوبه بالمحتوى المطلوب؟ تقصد تقدم نفس المحتوى في موضوع الاجهزه والطفوله؟ نعم. والله على حد علمي ما في شيء متخصص في الموضوع. احيانا تطلع برامج تقدم قيم يعني لكن ما هي متخصصه، يعني مثلا تلاقي برنامج عنده خط تقني لكن حلقه من حلقات ممكن نتكلم فيها على الطفوله، لكن برنامج متخصص في هالموضوع هذا ما مر علي. يا سلام. اذا انت يا فهد هتكون رائد في هذا المجال، وانت انا اعتقد انك لسه في البدايات، ومع ذلك ما شاء الله المحتوى اللي انا اطلعت عليه اشوفه محتوى جدا قيم، خصوصا انه جاي من انسان يمزج ما بين الخبره بالطفوله وبالاعلام وبالتقنيه، فبالتالي الله يقويك على هذا الخط. ولو قلنا انه الان انت خلصت كم حلقه تقريبا في هذه القناه؟ تقريبا الان تقريبا يمكن 8 أو 9 حلقات، هي في منها 7 هي الخلاصه كانت المركز القوي في البدايه، لانه كانت في النهايه عفوا، لانه في البدايه كانت تجارب حتى بس استقمنا على الخط هذا. كم كيف نصل الى قناتك؟ ممكن اما باسم كتابه نفس الاسم اللي هو 30 برنامج اطفال في 30 يوم، او كتابه اسمي مباشره، لانه القناه كانت بحكم انها هو جهد شخصي فهي محطوطه الحين على اسمي. طيب اذا خلصت ال 30 تطبيق و30 يوم يعني خلاص فهد الحج هيروح؟ لا احنا ناويين ان شاء الله نكمل، بس نكمل بشكل موسع زياده، يعني حنكمل ان شاء الله في موضوع التطبيقات، لكن ايضا راح نتوسع في المنتجات الاعلاميه الاخرى اللي تستهدف الاطفال. يعني الان احنا ايضا نواجه قصور مثلا في موضوع تقييم كتب الاطفال، نواجه قصور في تقييم اناشيد الاطفال. كثير من اناشيد الاطفال اللي هي منتشره كثير بين الناس ايضا فيها مشاكل تربويه كبيره. أي. لكن ما في حد يقول هذا صح ولا غلط. طيب نحن استاذ فهد نشكرك، ونحن ناكد انه بصراحه دقيقتين او 5 ما تكفي اننا نسع هذا الموضوع، لكن الوقت معنا ضيق جدا. نشكر الاستاذ فهد الحجة. نشكرك يا استاذ فهد، وان شاء الله لنا لقاء معك اخر لناخذ اطلاله داخل هذه القناه.